لأن الشخصية هي الشيء الأول في البناء الأفكار، فاعمل على ذلك. التفكير في شيء جديد، من منا ما يمكن الجميع تقريبا، ممكن بعضهم واصلين الحضور الآن، ما حضر زيارة الأمير نواف بن فيصل، قال كلمات جدا جميلة. يعني قد تشوفون الناس متطورين، الناس وصلوا لتقدم كبير، ليش؟ هذا مو معناته ان احنا متخلفين او فينا نقص، لا، او هم احسن منا، لا، كلنا سواسية. لكن هم فكروا في شيء جديد، في اختراع جديد. ودائما الخيال هو السبيل للابتكار. دائما اجلس بينك بين نفسك واجلس تخيل اي حاجة، صدقني راح تبتكر حاجة. ما في شيء صعب. قد يضحك عليك فلان في بداية لما تكون ابتكرت حاجة، يقول لك هذا فاضي ما عنده شيء، بس كل ساعة يطلعنا فكرة. من فيكم يعرف الله مصلي على محمد اختراع المنتقد المصباح؟ اي اديسون. بعد كم محاولة فشل 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 حتى نجح. كل ما فشل يقولوا له خلاص، يعني ما تعبت من كل ما لك تفشل؟ قال لهم لا، كل ما أفشل كل ما أكسب طريق يؤدي إلى الفشل وابتعد عنه، وحاول أكتشف طريق ثاني. لابد من في طريق يؤدي إلى النجاح أو المبتقال. في الأخير وصل، شوف بفضل الله ثم بفضله، شوف الإنارة اللي إحنا فيها. يعني كانت هي بدايتها خيال، تخيل لو سويت كذا وكذا وكذا، فكر فيها، راح نفذها، طبقها، فشل، رجع قيمها، زاد عاد المحاولة، رجع قيمها، عاد المحاولة، رجع قيمها، حاول يتفادى الأخطاء والفشل حتى وصل إلى ما ابتقاه. فكن أنت قدوة مثله، بل أحسن منه، والله أنك بتكون أحسن منه. بس متى ما أزلنا التفكير، زي ما يقول العربي أو الخليجي، إن إحنا من إحنا ناجحين، إحنا فاشلين، لا، ما إحنا فاشلين، احنا احسن من الغرب في تفكيرنا. علماء من احسن العلماء، متى ما ابتعدنا عن كلام الناس من حولنا هم الذين يحبطون بالفشل. التحضير للمستقبل، هذه النقطه اللي تكلمت عليها، التحضير للمستقبل. حضر نفسك، جهز نفسك من الان. بعد ما ترجع من انت الان الحين في كندا تدرس، هل حضرت نفسك تدرس مثلا حاسب؟ هل حضرت نفسك ترجع تشتغل في شركة معينة، سواء اتصالات، سواء مجال دقيق أو دائرة حكومية، ولا بس أخذ الشهادة وروح أبحث؟ لا، حضر نفسي من الآن. هل هو التخصص حقي جدا 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 دقيق، ما هو موجود في بلدي؟ أعمل عليه. اعمل إنك متى ما أخذت تخصص نادرا، متى ما كنت راح تكسب فرصة كبيرة 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 جدا في بلدك، وراح تساهم في تطوير بلدك. الدوافع، بعطيكم قصة الصيني، حكيم صيني. واحد من طلاب العلم راح للحكيم الصيني قال له أبغاك تعلمني سر النجاح. قال له طيب. قال له معنى سر النجاح هو الهدف اللي يوديك لسر النجاح هي الدوافع. الطالب ما فهم ايش يقصد، قال له وش هي الدوافع؟ قال له الدوافع، مسك راسه وغمسه في الماء. في البداية ما تحرك ثواني، ثم بدأ يقاوم، حاول يحمي نفسه، حاول 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 حتى نجح. سأله قال له الآن عرفت معنى الدوافع؟ قال له لا. قال له الدوافع في الأول هي أن يكون عندك هدف تحب توصل له، يكون عندك دافع إلا توصل له، تسعى له حتى لو ما كنت، حتى لو فشلت تسعى لما توصل له. لما غمست راسك في الماء في البداية ما قومت، لأن ما كانت عندك دوافع زي ما يقولوا جدية، يعني أتحمل. بعدها بدأ يحس بالضيق، تنفس، إن ما في هواء خلاص أموت،
بدأ يقاوم، بدأ تتحرك عنده الدوافع للنجاة، حاول 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 حتى وصل. قال لك كثرة محاولاتك هي ما تجعلك للوصول للنجاح. متى ما كان عندك هدف تحدده بالضبط وتعمل عليه راح توصل لمبتغاك، ولا تكترث لمن حولك. ويستلم راتب الفلاني، راتب عالي، هل تعرف هل المعنى هذا انه هو مستلم معناته هو قيمته عالية؟ هل معنى هذا الشيء انه معناه قيمته عالية؟ لما يعمل ويتوظف في مكان في مجال معين ويأخذ مثلا نقول لنفرض 20,000 ريال على وظيفته، هل معناه انه هو قيمته عالية؟ في احد عند قد تكون أصبت في جزء من النقطة هذه، لكن النقطة بالضبط اللي هي القيمة الأعلى هو لما تحصل على راتب عالي، هذا هو مقصده، أنك مقدار لقيمة وقتك الذي قضيته في حصولك على الشهادة، يعني يقدرون تعبك اللي درسته، هو الآن أنك تدرس تتعب في اللغة، تعبت في دراستك الجامعة حتى حصلت هذه الشهادة. أنت قلتها واسطة، هذه بتكون قيمة مادية وليس قيمة للشهادة نفسها. أنا أقصد القيمة الأعلى هنا قيمة الشهادة اللي أنت حاصل عليها. متى ما كانت شهادتك عالية يعني في تخصص راح صحيح اللي تحصل عليها هذا قيمة تعبك، قيمة مجهودك اللي أنت تبذله. تفضل. طيب بس لا هذا لا هو تخصص، هذا تخصص الرياضة، لا الرياضة تخصصهم، ربي أعطاه موهبة في 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 كرة القدم أو كرة أي كرة سلة طائر أيا كان، ربي رزق بهذا الشيء وعمل على تطويرها. يعني ما صار يتمرن، أي لو ما تمرن ما وصل للشهرة. أي يعني لكل شخص له مجال، والحياة كبيرة ما هي صغيرة، ما هو مجال بس تعليم وشهادة. تفضل. اي نعم، لانه صاحب خبره، لانه صاحب الخبره. اي صحيح 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 عبد الفاضل النقطه، بس اللي احنا هنا قلنا طلاب لنا ندرس، يعني الافضل علينا ان نجيب اعلى الدرجات وافضل الشهادات حتى يكون لك قيمه لشهادتك. صحيح. اي صحيح، على اساس انت اللي بتفيدهم، انا بدفع لك لان انت عندك خبره وفائده في شهادتك بتفيدني. صحيح، بكل مردود سواء المادي او بناء للشركه او بناء للعلاقات الخارجيه على حسب مجال الشخص في عمله وكان عمله. فن المبادره والتسامح، معليش اذا اطلنا عليكم، خلاص هاي تقريبا اخر الشرايح. فن المبادره والتسامح، التوافق. قد تتحاور انت شخص في نقطة علمية، سواء في فكرة علمية، في مجال علمي، يعني ممكن تتوافقون ممكن تتخالفون فيه نقاش. اي بس من المبادر في اقناع الشخص الاخر بان الفكرة فكرتي انا هي الصحيحة. حاول تكون دائما المبادر حسب علمك، حسب مفهومك، حسب ما تعلمت اليه. حاول تكون دائما مبادر، ما هو اني افرض شخصيتي، لا افرض فكرتي اللي تعلمته. التطابق،
قد شو تجلس مع شخص، قد تكون مثلا بالصدفة تكونوا مثلا في فصل انت وشخص، او في تصادف السوق تتعارف على شخص يكون يتطابق بجميع صفاتك، لا يتكلم كثير، فقط ينفي حل الواجبات، يحضر بدري، جميع الصفات اللي تشوفها انت بنظرك قد يتطابق عليك. حاول تكسبه، حاول تقترب من اكثر، لانك بتوافق في اشياء كثيرة، في اشياء يمكن كثير انت تجهلها عنها او ما هي فيك، حاول تقترب منها حتى تستفيد منها، لان ما دام انه في اغلب الصفات بيكون مثلك هم بعد بتكون استفدت في نقطه قد تجهلها.